لا انتخاب لرئيس الجمهورية في جلسة الأربعاء، هذا ما بات مؤكدا بعد موقف تكتل التغيير والإصلاح وانسجام كتلة الوفاء للمقاومة معه في مقاطعة جلسات الانتخاب قبل الاتفاق على الرئيس أو الاتفاق على الجنرال عون. بحسب المعلومات فإن نواب تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله ومن قرر النزول منهم إلى ساحة النجم لن يدخلوا القاعة العامة ولن يلبوا الدعوة إلى الانتخاب، بل سيكون حضورهم في أروقة المجلس تلبية للدعوة التي أطلقها رئيس لجنة الإعلام النائب حسن فضل الله للتضامن مع الجديد والأخبار. وحدهم نواب كتلة التنمية والتحرير من فريق 8 من آذار سيدخلون القاعة. نحن حريصين كل الحرص على أنه يكون عندنا رئيس جديد للجمهورية اللبنانية ضمن المهلة الدستورية، وعلى هذا الأساس دولة الرئيس عم يدعي لجلسة لانتخاب رئيس، وعندنا كمان تعليمات وتوجيهات ككتلة التنمية والتحرير أنه ونكون موجودين داخل قاعة الهيئة العامة. بتسميه أنت تميز، ربما هناك خصوصية لكل كتلة أو لكل تنظيم سياسي أو توزيع أدوار. لا مش قصة توزيع أدوار، على العكس تماما. يعني رئيس مجلس النواب اللبناني هو رئيس كتلة التنمية والتحرير ورئيس حركة أمل. منطقيا أنه مفترض كتلة التنمية والتحرير أنه تكون موجودة. هل تتفهم قضية تعطيل النصاب؟ هل هي دستورية؟ هي ممارسة ديمقراطية، يعني بتصير بكل برلمانات العالم. هيدي بس عم نعطل الاستحقاق الرئاسي والانتخاب. مظهر من مظاهر ممارسة الحق البرلمان الديمقراطي بهذا الإطار. داخل القاعة المشهد إذن كالآتي: حضور نواب 14 أدار وعددهم 55 هذه المرة بعد عودة النائب خالد الظاهر من الخارج وتأكيده الالتزام بقرار كتلة المستقبل وغياب الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر. وفي القاعة أيضا نواب جبهة النضال الوطني 7. أما من الوسطيين فسيحضر النائب ميشيل المر والنائب نيلة تويني والنائب أحمد كرامي، فيما يغيب كل من الرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي لوجودهما خارج البلاد. داخل القاعة أيضا نواب التنمية والتحرير ل 13 إذا حضروا جميعا، فيصبح المجموع 78 نائبا. لكن حتى مع التنمية والتحرير لا يكون النصاب مكتملا، إذ يحتاج إلى 8 نواب ليصبح 86.